على القليله ولك ابني، رجال مرته بتسمع كلامه. بابا شو قصدك؟ روح اسال مرتك، شوف الصبح شو عملت فيني. لك انا بمقام ابوها ما تركت ستر مغطى علي بس لاني طلبت منها طلب صغير. شو قالت بابا؟ قالت كثير. شو انا مو وراي غيرك؟ شايفني خدامي عندك؟ اوه شو بدي اقول لك؟ طالع لامها لانه ما في غير اختي اميره هي اللي عم تعبي براسها. ابني روح وقدمها لمرتك بعدين احكي عن الضمير. بيقولوا الزيتون ما بيحلى غير بالرص، وهدول كمان ما بيجوا غير بالرص. وأوس ضل لحاله، ماله بالدنيا غير الله وأنت يا أخي. بدونك أنت ما بنقدر نساوي شيء. لازم ترجع على البيت بأقرب وقت يا عادل. يلا 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 يا أخي، وقع على الوكالة مشان يقدر المحامي يطلعك بسرعة من هون. سيد فكرت، وينك؟ صار لنا زمان ما شفناك. انشغلت. معقول في شي مهم أكتر مني عم يشغلك عني وما عم يخلينا نشوفك بنوب؟ بتعرف اشتقت لك كتير. وأنا اشتقت لك وما بقدر بعد عنك، وجيت لشوفك. بقصد يعني جيت لأسمع صوتك. شكراً إلك. عن إذنك صار وقت عرضي. العشق هو التقرب من الله، وإذا القلب راح تنضرب على راسك، وإذا ما كنت عم تفهمني معناها بدك ضربي على راسك منشان ما يروح قلبك لبعيد. عمي وقف، شو كان قصدك؟ إنه لو انضربت على راسك لازم ما تخاف يا ابني، بس إذا ما انضربت بالمعلقة الكبيرة وقتها راح تخاف كتير. يعني شو بدك ياني ساوي هلا؟ روح وقف الدور، حتى لو انضربت ما لازم تستسلم. كان لازم انقذ اوس باي طريقه. انا شلون بدي احب عمران؟ ما في شيء مشترك بيناتنا. شلون بدي اتزوج واحد مثله؟ بس ما بقدر خبر اوس، اذا عرف بالموضوع رح يتخانق مع عمران. اذا خبرته انت يعني لا تقول له كل شيء، بس يا ريت تخليه يرتاح شوي. طمني ولا يهم، أنا بحب أوس أكثر من روحي، بس ما بدي إياه يتأذى بسببي. حبيبتي نعمة، خدي من ايدي يا عمري. مو من الصبح رحت واشتريت غراض؟ جبت لحمة وقلت لحالي بشوف شو ناقصنا كمان بالبيت. يلا خدي ساوي لنا هاللحمات على شي طبخة ظريفة. والله كتير عم تصرف هالفترة يا صبري، من وين عم تجيب كل هالمصاري هي؟ صرت رئيس العمال وراتبي زاد. ستي خلينا نعيش حياتنا، لا تتدخلي بشغلي. يلا خدي. هات هات. يا ربي منك يا صبري، بدل هالغراض كنت اشتريت نظارة لإلك، من لما ضاعوا نظاراتك ما عم تشوف بنوب. لا تنسى اشتري نظارات. طيب ماشي ماشي. ألو يعقوب؟ يعقوب حبيبي، يعقوب ساعدوه، يعقوب يعقوب. يلا أوس ساعد ابني بسرعة، استعجلوا. أوس يعقوب بأمانتك، لا تخافي. يلا فوتوا على العمليات. حاضر دكتور. ادعي له يا بنتي، ادعي له الله يطالعه بخير وسلامة، ادعي له. بابا شو هالصباحات؟ عمران شو في؟ أنا فكرت إنك عن جد بتحبيني إلي، بس بتعرفي أول مرة بحياتي بفرح لما بسمع إنك بتحبيني. أنتِ كذبتي علي عمران. أنا لا تقولي شي، شو ما قلتي ما بيهمني إذا كان صدق أو حتى لو كان كذب، أنتِ ملكي. أنا شو قصدك يعني عمران؟ ومين أنت اللي تحكي معي هيك؟ اسمعيني منيح، أي شخص بيوقف بطريقنا راح يموت. حتى اسألي يعقوب أبو لسان طويل. أختي الحقي يعقوب بسرعة. شو في رفاه؟ ضربته سيارة ليعقوب وهربت، وهلا هو بالمشفى. سيارة؟ قطن المقص ملقط بسرعة، ما لازم يطلع من هون جنازة تانية بإذن الله. أنت شو جابك لهون تيمة؟ ماني بحاجة لمساعدتك، روحي على العيادة. بدي ضل. رجاءً اطلعي، بتعرفي إنه غرفة العمليات ما له مكان للمناقشة. رجاءً تيمة. لا تخافي يا أختي، إن شاء الله خير. أوس ما راح يترك يعقوب يموت بإذن الله. بعد تيمة، كيفه أخي؟ طمنيني، احكي تيمة. تيمة، يعقوب صار له شيء تيمة؟ ما بنعرف شيء، لساته بالعملية. وأوس معه. لا تخافي عمتي، يعقوب بإيد أمينة. عن إذنكم. بسببي، كله بسببي. يعقوب بين الموت والحياة بسببي، وأوس صار بيكرهني. شو رح يساوي إذا عرف إنه عمران هو اللي ضربه؟ عمي علوان، صار لك زمان؟ إيه أنا هون من زمان. لا تواخذني، ما شفتك. انت بتشوفي الجهه يلي بتطلعي عليها والجهه الثانيه ما بتنشاف معك. لا مو هيك القصه، بس انا كنت عم فكر بشي. اسمعيني، اذا رحتي لعند الدكتور وطلبتي المساعده من الله راح يجيك الشفاء، مو هيك يا بنتي؟ بس عمي مو كل جروح بيشوفها الدكتور. هذا الكلام. مره سالوها لليلى، هلا انت ليش عم تعذبي مجنون كل هالقد؟ شو قالت ليلى؟ العاشق ما بيجي الوجع الا من الحب. بس هذا صعب عمي علوان، شلون بده يتحمل؟ ايه صعب، وهلا انت كمان مثل ليلى. ليلى؟ لا تطلعي فيني هيك، انا قلت لكم انه الناس ما راح يخلوكم بحالكم. وشو يعني؟ يعني بصيبوكم بالعين وما بيحبولكم الخير بنوب. بدك تديري بالك، لأنه ساعتها راح يطير الحب من بين إيديكي. كانت ليلى عم تعذب مجنون لهالسبب؟ أنا مالي ليلى، لا أعرف أولاني مجنون حتى أفهم، بس اللي بعرفه أنا أنه اللي بده يحب لازم يوصل للنهاية، وكمان لازم يخاف من الفراق وعليه يصبر. بدي استنى على الفاضي. لا بنتي، لازم ما تفقدي الأمل. العاشق ما بيترك حبه أبداً مهما صار معه. بده يوصل وما لازم يتخلى عنه، وما بتخلص محبته ولا بشوف الزعل. عمي شلون بده يصير هالشي هاد؟ ليلى شو ما عملت بدها تبين حلوة، حلوة قدام مجنون لما بيشوفها، حتى لو ضربته بالمعلقة على راسه. أي معلقة عمي علوان؟ معلقة العمليات يا بنتي. كوني ليلى وخدي المعلقة، لأنه شفاء مجنون موجود فيها. عمي علوان والله ما عم أفهم عليك شي، شو عم تحكي؟ علوان مانو مجنون، مجنون هو يلي بيعرف كل شي. شو بيعرف مجنون؟ مجنون ما بيعرف شي. يا ترى ليلى لساتها ليلى؟ إذا كانت هي نفسها، أو لو أكل ضربة من المعلقة ما راح يطلع من الدور. آه يا يعقوب، ما بيستاهل، ما بيكفي حادث واحد قام إجا التاني وراه. إن شاء الله يقوم بالسلامة. أمجد أنت سبقني. إيه أنا رح أشتري شوية فواكه من هون. ليش الفواكه؟ إيه ما بصير نروح لعندهم وإيدينا فاضيين. يلا لا تتأخر، أنت سبقني وأنا بلحقك بعدين. جنيتي حليمة لساته بالعمليات، شلون بده ياكل فواكه؟ يلا أمشي. استغفر الله العظيم. أوس طمنا، شلون وضعه منيح؟ الحمد لله على سلامته. يعقوب هلأ صار كتير منيح. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. أدي هون ارتاحي شوي. الله يعطيك العافية. تسلم. طمني، كيفه؟ بخير، هلأ طلع من العمليات، بده شي ساعتين ليصحى. ما حدا سألك. أمجد شو هالكلام؟ نحن بمشفى ولازم ننسى الخلافات بهالوقت. نحن عيلة، الشخص اللي كان رح يموت هو ابن أختكم، شبكهم. يعقوب بخير، بس المهم نعرف مين ساوى فيه هيك. مزبوط. لك الله لا يوفقه إن شاء الله. هذا ماله حادث أبداً، يلي عمل هيك كان قاصد. مين برأيكم ممكن يعمل هيك شي بيعقوب؟ عمران. شو قلتي؟ مين؟ هذا عمران، هو عمل هيك، الصبح قال لي هالحكي. انت كنتي بتعرفي انه عمران؟ وليش ما قلتي؟ خايفة عليه كثير لعمران؟ هو حاول انه يقتل يعقوب وحضرتك ساكتة وما رضيتي تحكي شي لهلا، ما هيك؟ كثير هو مهم بالنسبة إلك. ليش يا تيمة؟ بس يا خسارة، خسارة يا حرام. حدا يخبر الشرطة، خليهم يمسكوا هالواطي. أنا رح أكون حبيبك وبس. دايما أنا حبيبك، ويلي بيقرب منك رح أدفنه. عمران 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 يا عمران. دكتور جاي لعندي على المحل. اسمعوا له، لك شو بدك من يعقوب؟ احكي يلا لشوف. أنت عم تتجاوز حدودك بالعقل. مين يفكرني حالك ولك مين؟ هذا يخبر الشرطة. لك أنا مرشيك. لا شوفي ليش عم يتخانقوا؟ يا جماعة هذا يخبر الشرطة. أنا رح لك شو بدك جديد يا حيوان؟ لك شو بدك من يعقوب؟ بعد هيك ولك. يلا يلا بسرعة. شو بدك من يعقوب؟ يا لطيف شو هاد؟ لك عيب أنت وياه. شو بدك حاجتكم بقى؟ لك شو بدك منه؟ شرطة عم بقول لك وقف حاجتكم. أنا كان لازم قلتلك من زمان. بس خليكم وقفوا لشوف. يلا تفضل المطبخ شرف. يلا امشي امشي يلا. اللي بدك اياه سويه، ما راح يطلع معك شيء. لا بس بكفي بكفي. ما راح تقدر تاخذ تيمة مني بنوم، فهمان؟ فهمان يا كلب. فوت على السيارة يلا 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 امشي. شو قصته هون؟ حبيبي حبيبي يعقوب ابني، شو هالحظ اللي إلك؟ الحادث الأول فقد رجليه وما عاد قدر يمشي، وهلأ الحادث الثاني كمان. الحمد لله على كل شيء. أنت عيش والباقي مو مهم. لازم تطولي بالك يا بنتي، هذا كله امتحان من رب العالمين. الله يعطينا الصبر وما يخلينا نشتكي من شيء. الدنيا فانية، مرة حلوة ومرة بشعة. عمران ليش ساوى هيك بابا؟ ما عم بفهم ليش؟ شو بده من ابني يعقوب؟ هذا غلطي أنا يا أميرة. مبين إنه عمران طالع لأبوه، لأنه أمه راحت وما ضلت مشان تربيه. كان لازم أمنع رمزي لما قلع مرته من البيت. كنت لازم أفكر بعمران بالأول. بالحقيقة أنا اللي كنت غلطان. نحن كلياتنا غلطانين ومذنبين. ما في داعي إنه ندور على مذنب برا. يا حبيبي أهلين عمي. ولك أنت شو سويت يعني قعدتك بالسجن أحسن؟ بدل ما تسمع كلامي رحت نزعت كل شيء سويته. عمي إذا جاي لتنصحني لا تعذب حالك، بدي ساوي اللي براسي. يا طالعني من هون يا لا تتدخل. ماشي يا عمران، بس لا تنسى ما رح يخلص كل شيء إذا تزوجت تيمة. الدكتورة ما بترضى تعيش معك بهالطريقة شو ما سويت. بدها رفاهية، بدها حنان، وهالشي ما بيصير إلا إذا مشيت معي أنا وبس. وإذا قلت لك إني رح طلعك من هون، تعا تعا، ما في غير طريقة واحدة. أوس، أنا لازم أحكي معك، ما عم أقدر أتحمل أكتر. شو ما قلتي هلأ ما رح يتغير شي من اللي صار يا خانم. بعدين نحن ما في حكي بيناتنا، أنت ما تركتي شي، دمرتي كل شي بيناتنا. يعني شو صار؟ ليش وصلنا لهون؟ ما بعرف. كل يوم في جريمة، كلهم تركونا. مين ضل هلأ؟ ولا حدا أبداً، حتى الورد اللي منك. صرت لما امسكه يجرحني. بكفي بكفي، اذا الورد صار عم يجرحك لهالدرجه لازم تصرخ وتسمع كل الناس. ماني عم صدق، يلي بيحب الورد لازم يتحمل الشوك يلي فيه. الورد ما قصده يجرحك، ما في ورده بتقدر تتخلى عن شوكها. انت ما لازم تستسلم. انت ليش بتستسلم فورا؟ خبرني سالم، شو هالكلام اللي بدك تقوله وجبتني لهون لحتى اسمعه منك؟ اختي، يلي بيصير بالعيله مو لازم يطلع لبرا، واذا نحن تخانقنا مع بعضنا لازم نسكت حتى ما يشبك فينا حدا. بق هالبحصه سالم، شو بدك تقول؟ لو تسحبوا الشكوى اللي قدمتوها ضد عمران. ايه طبعا نحن ما رح نتركه هيك، رح ياخذ جزاته ونحن اللي رح نعاقبه، بس مو لدرجه انه نحن نحط شخص من لحمنا ودمنا بالسجن، ما رح يفيدنا شيء. مزبوط يا اختي؟ اسمعوا مين عم يحكي عن العيله، مو انت اللي خربت العيله سالم؟ عم تمثل قدامي الدور المظلوم والمسكين، وانت شجعت عمران يساوي هيك. لك انت ما بتخجل من حالك؟ ابني كان راح يموت يا سالم. لا تعطيني دروس عن العلم مرة تانية، فهمت؟ أنا عملت هيك لسبب واحد أوس، لأنه عمران. لا تواخذوني. تيمة تعي، بدي أحكي معك بموضوع بسرعة. هلأ برجع. خير عمي، شو في؟ رحت اليوم لعند عمران. عمران ما بيعني لي أي شيء عمي، ما بيهمني بنوب. بنتي الموضوع مهم كتير. عمران بعت لي خبر معي. أدي عمران بيحبك كتير وبيسوي كل شيء مشانك انتي. عم تفهميني منيح؟ والخبر اللي بعت لك يا قال إذا ما غيرتي إفادتك عند الشرطة رح يساوي شغلات أكبر من هيك، وقال إذا ما طلع من السجن بتكوني أنت المسؤولة عن كل شيء رح يصير يا تيمة. شو رح يساوي؟ آخ يا بنتي آخ، عقل عمران غير عقولنا كلياتنا هون. فكرك ليش راح على السجن؟ وليش خبرك إلك إنه هو اللي ضرب يعقوب بالسيارة؟ عمي احكي لوين بدك توصل. طيب تعرفي ليش خبرك إليك؟ لأنه في شخص بالسجن بده يروح لعنده، عمك عادل. هو راح لهنيك بس منشان يقتل عمك عادل. بده يقتل عمي عادل؟ وإذا اكتفى بهيك منيح. إذا لعبها صح بكره بعد شهرين بيطلع وبيرد بيقتل واحد تاني هون. فكري منيح. إذا تركتيه هلا بالسجن بتكوني عملتي أكبر معروف إله. بس بيستاهل، كان بده يقتل يعقوب يا عمي. معقول في شي مهم أكتر مني عم يشغلك عني ومعني خلينا نشوفك بنور؟ بتعرف اشتقت لك كتير. بابا يا ترى شو عم تساوي ماما هلأ؟ بتكون عم تبكي على خالي يعقوب؟ لا حبيبتي، خالك يعقوب منيح، أمك ما عم تبكي، مبسوطة لأنه خالكن منيح. هلأ عن جد خالي صار منيح بابا؟ منيح يا أولاد، لا تخافوا. يلا كمل دروسك. أختي أنا ما عاد أتحمل، رح خبر أوس بكل شي عم بيصير. هي عمران بالسجن، لا تخافي. وبس يطلع يا رفاه، أنتي ما بتعرفي عمران شو ممكن يساوي كمان. هو صحيح بالسجن هلأ، بس لما يطلع بعد كم شهر رح تزيد عصبيته على أوس 1000 مرة، ووقتها أنا ما رح أقدر أمنعه. معقول ما فينا نساوي شي؟ يا الله، بعدين معه مرحبا. أهلين. طيب كيف صار هيك؟ لا تواخذني عم، ما انتبهت لك. معك حق يا ابني، بس لازم انك تنتبه، لا تفكر. كلامي صح؟ والله ما بعرف يا عمي. مجنون إذا حب غير ليلى، يا ترى شو راح يصير؟ مصيبة، لأنه مو معقول كل هالحب يروح هيك. أكيد في شغلات بتوصلك لليلى، بس أنت غيرت طريقك وتركت ليلى يلي بتحبك. يعني أنت بتقصد إني لازم أرجع لعند ليلى؟ أي والله، شفت؟ أنا ما قلت لك شيء. إيه بس أنا ما رح أرجع. بس لساتك ما صلحت اللي انخرب. ضل ولا روح؟ شو ساوي؟ الحب مثل الجمرة، إذا زتيتها بتحرق كل شيء. مظبوط هيك؟ ايه اختي، وقولي له انه في يسحبهم من اي صراف. ايه شكرا. عفوا. امجد، كنت بدي ابعث رساله على الضيعه من زمان ما. هاتي لشوف. تامر صمنجي، امشي يلا. مرحبا. أهلين. اسمعني، مو مثل ما عم تفكر. طيب خليني اشرح لك. شو بدك تشرحي لي؟ وهذا شو؟ قولي لي، عم تبعتي له مصاري؟ كم مرة قلت لك لا بقى تحكي مع أخوك المحتال. هو متدين مصاري كتير وقال عم بيهددوه. طيب شو بدي ساوي؟ بضل أخي بالآخر. وأنا عم أقول هالمرة شو بدها بكل هالمصاري؟ طلع مشان أخوها المحتال، وأنت أكيد صدقتي اللي قال لك إياه. بس ضحك عليك وقال لك عليه ديون كتير، كأنه شغلة جديدة. أنا كم مرة قلت لك لا تحكي معه بالمرة؟ لا تخاف، ما رح أحكي معه، والله ما عاد عيدها مرة تانية. أستغفر الله. حليمة، في شيء؟ قولي لي، هدول المصاري من وين جبتيهم؟ الكذب بلف حاله على رقبة الشخص، بيخنقه وبيخنقه لحتى يقتله. كتير ناس ماتوا من وراء الكذب، وكتير بينكوى قلوبهم بالآلام يلي بسببها، وأكثر الأحيان بيكون السكوت بداية للكذب. لما بيكون الشخص بحاجة لأنه يحكي، راح البلبل لوردة تانية، والوردة عم تستنى البلبل بشغف، بس هالكذبة راح تخنقه وتقتله. نهاية سيئة أنك تموت وأنت عم تستنى الفرج. أوس فقد الأمل تماماً، مع أنه كان حبه كبير، عم يشعر بفراغ كبير من شان كذبة، بس هالكذبة البيضاء كبرت كتير. كانت الغيوم السوداء عم بتغطي سما ضيعت تل الغار. الغيوم عم تتجمع وتتجمع وتتجمع. كيف النبض؟ طبيعي دكتور أوس. فيكي تتفضلي. يعقوب، كيفه يعقوب؟ طمنا امتى رح يفيق؟ لا تخافي عليا، هو منيح هلا الحمد لله، بس لازم نستنى لحتى يفيق. الحمد لله يا ربي. يا ريت شوف الضحكة على وشك يا يعقوب. ان شاء الله بتشوفيها. ان شاء الله. يعقوب موجود بالغرفة رقم 6 على اليمين، تفضلوا إذا بتحبوا. انت شو عم تساوي هون؟ ابن عمتي تعرض لحادث وجاي يشوفه. وين المشكلة؟ لا أوس، اهدى. شلون طلعت من السجن؟ حاولت تقتل يعقوب وهلأ جاي لهون؟ شو هالحكي يا جدي؟ ومين قال إني حاولت أقتله؟ اسألوا تيمة، راحت على المخفر وقالت إنها كانت معي وقت الحادث. هو بالحقيقة في حدا عمل هالشي بيعقوب، بس مو أنا. مو هيك يا تيمة؟ الرجعة للأهل شغلة بتحسسنا بالأمان والراحة والسعادة. بعضنا عم بدور على شي فقده، وهالشي فقده من ماضي البعيد، والبعض بيدوروا على المستقبل يلي جاي. رافضين الحياة يلي عايشينها، ما بيقدروا يتفاهموا مع حدا بنوب. لأنه التفاهم هلأ تغير عن قبل كتير. كانوا الناس يقدروا يتفاهموا بالكلام، هلأ بدهم 1000 طريقة لحتى يتفاهموا. هذا إذا تفاهموا مع بعض رح يرجع الأمان. بس شو بدنا نساوي للي ما بيفهموا لا بالكلام ولا بأي طريقة؟ تل الغار صاير فيها هالشي هلأ. معقول يتفاهموا؟ ما حدا بيعرف. كلام عمران مزبوط يا تيمة؟ يعني أنت اللي رحتي طلعتي عمران من السجن؟ بنتي تيمة وقفي. شايف يا أوس؟ الحب بيقدر يغير كل شيء هون. لا أوس، اتركه هلا، اتركه. انت كنت عملت هيك مع امك؟ كل النسوان اللي بهالضيعه كانوا يعاملوك مثل ابنهم، وانا ما كنت اعتبرك غير ابني. حرمناك من شيء؟ غلطنا معك شيء؟ انت ليش عم تعاملنا هيك؟ لا عمتي، ما حدا له فضل علي وماني بحاجة لهالحنان. بعدين 7 سنين كنتي معي شي؟ انت ديري بالك. أوس اهدأ ابني، ارتاح شوي، عود. تيمة طلعت بسرعة من هون وما لحقتها. أنا لازم أترك هالضيعة. أساساً يا جدي ما عاد في ولا سبب يخليني ضل هون. شو قصدك يا أوس؟ أنا بدي سافر جدو، ما عاد بدي ضل. معقول هالشي أوس؟ شلون بدك تروح وتترك كل شي؟ وشو اللي بدي أتركه؟ بكفي بقى، من لما رجعت لهون خسرت كل شي. خسرت أمي وهلأ بابا قاعد بالسجن وعمامي كلياتهم هلأ فاتحين ضدي جبهة. تيمة كانت آخر وحدة بتخيل إنه يطلع منها كل هالشي يا جدي. أنا صار لازم سافر اليوم قبل بكرة، ما عاد بدي ضل ولا دقيقة واحدة هون. هي اجت الدكتورة، خلينا نفوت مشان ما نتأخر. معك حق تيمة. انتي شوفي الدكتورة، باين انت مزعوجة. إذا ما بتحبيني ليش عملتي هيك؟ ليش طالعتيني من السجن؟ أنت بتعرف ليش عملت هيك عمران. تيمة لازم نحكي شوي. أمي أنتِ روحي هلأ، أنا بعد شوي بلحقك. فاروق بعدين بتشوفها لك ابني، روح مثل ما بدك. الحمد لله على السلامة، وأخيراً رجعت؟ ليش تأخرت؟ رجعت لأني اشتقت لك كثير رفا، بس وفاة صهري هي اللي أخرتنا. أنت بتعرفي ما فينا نترك أختي لحالها، هذا هو السبب. بقية بحياتك، خفت تكون ما عاد بدك ياني. شو هالحكي اللي عم تحكيه رفا؟ أنا رجعت من شانك ومستحيل أقدر أعيش من دونك. قلت لك إنه نحن رح نتزوج، وعد. حتى لو أهلك رفضوني مرة تانية ما رح أتراجع أبداً. أنا سألتك سؤال حليمة، جاوبيني. من وين عطيتي أخوك كل هالمصاري؟ فاهميني؟ لا تعصب، طول بالك. حليمة خبريني لشوف. بعت الأساور تبعاتي بوعدك والله ما رح أعيدها. شو بدي احكي معك لك حليمه؟ روحي من وشي. حليمة شو في كمان؟ احكي. اشتقت لك. وانا كمان يا عمري. حليمة جيبي بنتك والحقوني على البيت بسرعة. خاطري حماره.